إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن المؤمن لا يكون عبدا لله حقا حتى تطوع نفسه لله، ويكون مطيعا طائعا له وحده لا شريك له. وإنما طوع النفس لله جل وعلا لتحقيق معنى العبودية التي خلقنا من أجلها لا يكون إلا إذا طاع من ابن آدم أمران: جوارحه وماله. جوارحه بسائر العبادات فعلا وتركا، فعلا لما أمر الله به من الصلوات وسائر الأعمال البدنية التي تتعلق بالجوارح، مما تصنعه الهيئة الآدمية من جسمه بدءا برأسه إلى أخمص قدم، مما تعلق بالصلاة والصيام والحج وما شابه ذلك، وفعله لأداء حقوق الله المالية، وكل ذلك يرجع إلى النفس أيضا، لأن اليد لا تطوع بالإنفاق إلا إذا رقت النفس لله، وإلا إذا عرفت النفس الله جل وعلا وعرفت ما عليها من الحقوق التي لله على بني آدم. لهذا إذن ما كان ينبغي لمؤمن أن يحبس حق الله جل وعلا في المال، وما كان ينبغي لمؤمن أن يكون شحيحا بالحقوق التي ارتبها الله جل وعلا من الأمور المفروضة في المال، وعلى رأسها الزكوات طبعا، ثم سائر الحقوق كالإنفاق على الأسرة والوالدين والأقربين والأيتام والفقراء وكل المحتاجين. حقوق الله جل وعلا ليست قاصرة على الزكاة وحسب، بل كل مسكين في المدينة وكل فقير يتضور جوعا أو يعيش ضيقا أو حرجا مما يؤلمه أو يعذبه بسبب ضيق ذات اليد وبسبب ما قد يقع له من الضيق والحرج في ماله ورزقه، ولا يبادر أهل الخير ولا يبادل أهل الخير برفع الضيق والحرج عنه إلا كانوا جميعا آثمين عند الله في ذلك الأمر الذي وقع من البلاء على ذلك العبد المؤمن، لأن هذا يقابل بأمر آخر لدى الناس، وهو إنفاق المال في غير وجه الصلاح، مما يتعلق بالتبذير والإسراف في تناول المباحات إلى درجة التخمة، ولا يحصل هذا في بيئة، أي لا يحصل إنفاق المال في السفه وفي الأمور الشهوانية إلا على حساب حقوق الله وحقوق الناس. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب سيدنا رضي الله عنه وأرضاه وجد أحد الناس في زمانه يلعب أو يقلب دينارا في يده، فقال له: ما تفعل يا فلان بهذا الدينار؟ قال: اشتهيت شيئا فأريد أن اشتريه. وأجابه بحكمة تعتبر من أصول الاقتصاد الإسلامي على المستوى الخلقي وعلى مستوى تدبير المال، فقال له: أكلما اشتهيتم اشتريتم؟ أكلما اشتهيتم اشتريتم؟ هذا ضرب من السؤال الإنكاري، أي أن المؤمن الحق ما ينبغي أن تكون
شراءاته تابعة لشهواته، بل القاعدة الشرعية أن يكون الاستهلاك بجميع أنواعه تابعا للحاجة لا للشهوة، وفرق بينهما كبير، فرق بين من يشتري ما يشتري لأنه احتاج إليه رفعا لضيق لحرج طلبا لتوسعة، وكل ذلك من المتاع الذي أباحه الله للعبد، ما جعل الله على العباد كلفة ولا ضيقا ولا حرجا في أطعمتهم وأشربتهم وألبستهم ومساكنهم، كل ذلك الله جل وعلا كفله للعباد بالتشريع إما إيجابا أو ندبا أو إباحة. لكن أن يتبع الاستهلاك الشهوات فهو الذي يقود في نهاية المطاف إلى الحرام، لأن الشهوة لا تشبع، شهوة ابن آدم لا تشبع ولا تقنع، لا تعرف القناعة، والذي يلبي رغباته الشهوانية هذا كالذي يشرب الماء المالح لا يعرف الري أبدا، كلما ازداد شربا ازداد عطشا. ولذلك ما من أحد يلبي شهواته باسترسال إلا وهو يجد جوعا شديدا إلى تلك المشتريات حتى يصل إلى درجة الغرق، فلا يستطيع أن ينفك عنها، فيصبح الاقتناء أو الاستهلاك آنئذ ضربا من الإدمان، كما هو معروف الإدمان في عالم المخدرات والعياذ بالله، وفي أكل مال الحرام كذلك سيكون، بل هو كائن كذلك كائن ضرب من الإدمان في العقلية الاستهلاكية التي تتبع هذا المعنى الذي ذكرت، وهو الشراء والاشتراء الشهواني لا الحاجي المصلحي. المؤمن ما ينبغي أن يسفه عقله وأن يبذل ماله في مثل هذه التفاهات، قلت لأنها تقود آنئذ إلى الحرام. لهذا إذن الله جل وعلا فرض على المسلمين زكاة أموالهم ورتب حقوق الغير عليهم، والمؤمن الحق هو الذي ينظر إلى اليوم الآخر حينما يشتري وحينما يقتني وحينما يتمتع بماله، فكلما ذكر نفسه ذكر الآخرين، ذكر المحتاجين، ذكر الفقراء، ذكر الأقرباء من الضعفاء والمساكين، وذكر وجوه الخير بصفة عامة من المصالح التي في المجتمع هي في حاجة إلى التغطية وفي حاجة إلى سد الخلات التي وجب على سائر الناس ممن به أو ممن له فضل مال أو فضل رزق بأن يعود على ذي الحاجة وعلى ذي العاهة وذي النقص وذي الضيق والحرج. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا إذا أنفقوا أو إذا باعوا أو إذا اشتروا وضعوا نصب أعينهم الدار الآخرة، وهذا هو صمام الأمان الذي يربي النفس على ضبط شهواتها، وتستطيع أن توثر الدار الآخرة على الدنيا، وتستطيع أن توثر الضعفة والمساكين والمحتاجين ووجوه مصالح الخير من الإنفاق في الخير والصدقات الجارية، يوثرون ذلك على أنفسهم، على شهواتهم، على كل ما ينقص حقيقتهم ومروءتهم، بل يعلي بعد ذلك مرتبتهم عند الله، ويضمن لهم الباقية. بهذا المنظار قلت نظر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى مسألة المال، وبهذا المنطق ربى رسول الله أصحابه، وما قولة عمر أكلما اشتهيتم اشتريتم إلا قبسا من مشكات النبوة، إلا أخذا من مفهوم القرآن الكريم ومن معاني السنة النبوية الشريفة. أحد الأيتام في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام احتاج إلى نخلة جاره على حدود الحائط، الحائط هو البستان جنان، أحد الأيتام يعني عنده حائط، واحتاج لواحد النخلة جات على الحدود من بستان أو حائط جاره، فطلبه أن يعطيه إياها فأبى، فذكر ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لصاحب النخلة أعطيه إياها ولك بها نخلة في الجنة، فأبى الرجل، أبى، نفسه تعلقت بالدنيا. فجاء رجل اسمه أبو الدحداح
رضي الله عنه وأرضاه، وسمع الحوار الذي دار بين رسول الله والرجل عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى ذلك الرجل وقال: أتبيعني نخلتك بحائطي هذا؟ أنشري منك النخلة، نخلة واحدة أشريها منه بجنان. قال رواة الحديث: كانت في حائط أبي الدحداح 600 نخلة، 600 نخلة، وذلك في زمانهم ثروة هائلة. يعني اللي عنده 600 نخلة في بيئة واحاتية، يعني البيئة الواحاتية معروف يعني الفلاحة ديالها محدودة، فذلك قلت ثروة هائلة. طبعا الرجل قبل البيع، فباعه النخلة ببستان بحائط فيه 600 نخلة. فذهب أبو الدحداح إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، إني اشتريت النخلة بحائطي فاعطيها إياه، يعني هذه النخلة اعطيها لذلك اليتيم للذي احتاج إليها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح، كم في الجنة من عذق رداح لأبي الدحداح. العذق جمع عذاق وأعذاق، هو العرجون، العراجين، العراجين ديال النخل. فالله جل وعلا جعل لأبي الدحداح عراجين كثيرة مدلات في الجنة. وفي رواية مسلم للحديث، وأصله في البخاري ومسلم، وتفصيله عند أحمد وعند الحاكم وعند الترمذي وابن حبان وغيرهم كثير، القصة تكاد تكون مشتهرة على الأقل حتى إن لم تتواتر، وأصلها صحيح مليح. أبو الدحداح كانت له 600 نخلة وبغى يربح هو نخلة واحدة في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ماشي غير نخلة واحدة، كم من عذق رداح، أي الرداح العظيمة الكبيرة، وكم تدل على الكثرة والتكثير، كم تدل على أن الشيء كثير كثير كثير. وما أدراك ما عراجين الجنة، وما أدراك ما أعذاق الجنة، يحكمها قول رسول الله: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ذق ما شئت فلن تذوق كأعذاق الجنة حلاوة ولذة، وانظر ما شئت من جمال الفواكه والخيرات فلن ترى ولن تنظر أجمل ولا أينع ولا أنظر من عذاق الجنة جمالا وزهوا ونضرة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، عراجين عظيمة كبيرة كبيرة كثيرة كثيرة، وذلك وصف رسول الله لها: رداح، كم من عذق رداح لأبي الدحداح. أبو الدحداح فرح بهذه البشرى، إنه بشرى بالجنة، هذا يأخذ أو يؤخذ منه بالتضمين وبالتبع وباللزوم أن أبا الدحداح من أهل الجنة. يعني هذوك المبشرون بالجنة في حديث أو أحاديث رسول الله كثير، لا ينحصرون في العشرة، إنما العشرة هم المشتهرون، أما المبشرون بالجنة في أحاديث رسول الله فغيرهم كثير كثير، وهذا منهم بنص هذا الحديث الصحيح الذي أصله في صحيح مسلم والبخاري. ذهب أبو الدحداح آنئذ للتو مباشرة، غير قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تمت صفقة، قال له هاك، قال له هاك، يعني بعته اشتريته سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قبل منه الصفقة، فأخبره بما أنبأه الله به بأن الله قبل منه وارتب له كذا وكذا مما لا ينحصر من النخيل ومن العراجين المونعة في الجنة. رجع أبو الدحداح إلى بستانه، إلى حائطه، مشى الجنان دياله، وكان له حائطان، أحدهما بالعالية والآخر بالسافلة، يعني جوج الجهات ديال المدينة المنورة، منطقة عالية ومنطقة سفلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني بعت ربي أفضلهما، أنا أعطيت لربي أحسن ما عندي، وهو هذا ذلك البستان الأكبر والأينع والأجمل والأخصب، أعطاه أحسن مما هو يحبه. فوجد زوجه أم الدحداح ترعى شؤون البستان وتصلح نخله، المرأة ديالو خدامة في الجنان كتصعب وتخدم وتصلح شأن الحائط هي وأطفالها معها. فقال لها: يا أم الدحداح أخرجي، فقد بعت ربي حائطي،
قالت له أم الدحداح: ويا ليت نساءنا يكن على وزانها وعلى أثرها. قالت له: ربح البيع يا أبا الدحداح. ما قتلوش شنو هذه المصيبة درتي، بل ربح البيع، ربح البيع، ربح البيع يا أبا الدحداح. بيع وشريا صحيحة، ربحة ممتازة. فتركت ما بيدها من تمر وما بيد أطفالها وخرجت من بستان صار لله. مات بعد ذلك أبو الدحداح، وصلى عليه رسول الله بنفسه عليه الصلاة والسلام صلاة الجنازة، ومن صلى عليه رسول الله كانت صلاته له رحمة ومغفرة. ورجع من جنازته عليه الصلاة والسلام يركب حصانا عاريا، وأحد الصحابة يذكر في جنازته، لأن الحديث جاء هذه الرواية ديال أنه يعني الله عز وجل ارتبى لأبي الدحداح عذاقا في الجنة، جاءت بطرق كثيرة. قال أحدهم في الجنازة هما راجعين: يشهد لأبي الدحداح الذي دفن للتو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. هذا يذكر لأحد الأصحاب، هذه مذكرة وقعت في الجنازة بعيد دفنه علي رضي الله عنه وأرضاه. إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لأبي الدحداح. هذه الصيغة ديال الإمام مسلم: كم من عذق مدلى في الجنة لأبي الدحداح. والمعنى واحد، المعنى واحد، وهو أنه أبو الدحداح رضي الله عنه ربح الجنة، ربح الباقية. أين ذلك البستان الآن؟ أين نخيله؟ أين الذي أعطاه؟ أين الذي أخذه؟ أين الذي شح بنخله؟ كل ذلك مات وانتهى. كل النخيل الذي كان صار حطاما، النخلة والبستان والحائط والذي أعطى والذي أخذ، وبقي شيء واحد: عذاق أبي الدحداح في الجنة. هذاك الشيء اللي بقى، كل ما سوى ذلك فانية وصار ترابا أو صار حطبا أكلته النار. وبقي لأبي الدحداح ما أعطى لله، كل ما في الأرض يفنى، مالها وبشرها وحياتها كل ذلك يفنى، ولا يبقى للعبد إلا ما ادخر عند الله يوم القيامة. يا ويل من يمسك زكاته، يا ويل من يمسك زكاة ماله في تجارته أو في فلاحته أو في ماله الذي يوفره ويكنزه ولا يستجيب لنداء الله جل وعلا ولوعده: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لأن المال حينما نجمعه ونكنزه ولا نؤدي حق الله فيه، هذه النفسية الشحيحة الجماعة نفسية تريد أن تستعلي وأن تتكبر بالمال وتدير به الجاه الدنيوي والعظمة الخاوية الكاذبة ويهز جبهته فوق الناس. ولذلك أول ما يكوى لكانز المال بغير حق جبهته يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم، هذيك الجبهة اللي معليها ومفخم بها على الناس وهز راسك على الناس في كبرياء، سيحطمها الله جل وعلا في نار جهنم. على مالك، على قدر ما جمعت، على قدر ما جمعت يكون جمرك ويكون لهبك يوم القيامة. أول ما يكوى به جبهتك هذه التي ترفعها كبرياء وخيلاء واستكبارا وطغيانا في الأرض. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. ويكوى بها بعد ذلك وفي نفس الوقت جنبه وظهره، وهذه كناية على التقلب في النعيم، يعني لأنه الإنسان في المال الدنيوي يتقلب على بين جنبه وظهره، يعني أنه يتقلب في النعيم. إذا تكى على فراش وثير، وإذا جلس يجلس على أريكة وثيرة، وإذا استلقى على ظهره استلقى في استرخاء وخيلاء وكبرياء، سيكون على تلك الشاكلة ولكن على عذاب غليظ.
يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم الكبرياء وجنوبهم وظهورهم. الله جل وعلا إنما أعطاك مالك، هذا ما كنزتم لأنفسكم، هذا الشيء ديالك أنت الذي جمعته فهو لك الآن، ولكنه لك الآن عذابا خالدا مخلدا والعياذ بالله إلى أن يشاء الله. عباد الله، طهروا أنفسكم بإنفاق أموالكم في مصالح الخير من الأمور التي ارتبها الله فريضة ومن المباحات. نعم، ومن المباحات، لا حرج في المباح، بل لا بد للمؤمن أن يتناول المباح، ولكن في غير صرف ولا مخيلة. في حديث البخاري لرسول الله عليه الصلاة والسلام: كل ما شئت، كل ما شئت، والبس ما شئت، لكن بشرطين: في غير صرف، الإسراف والتبذير الشهواني، في غير صرف ولا مخيلة. المخيلة الكبرياء، تفخم على الناس وتجي يعني تبين راسك أمام الناس بسيارتك الفارهة وبمنزلك العالي وتريد أن تظهر ذلك، خويا لا تريد به وجه الله جل وعلا، ولا تريد فعلا أن تجعل مصلحتك الدنيوية في خدمة مصلحتك الأخروية. إذا انضبطت إلى ضابط الشرعي فالمباح لا حرج فيه، كل ما شئت والبس ما شئت، في غير صرف ولا مخيلة. ولكن ما الذي يهذب نفسك ألا تميل إلى الصرف والمخيلة؟ لأن راه النفس واعرة، كيفاش غادي تشدها باللجام باش ما تهرب لك شيء؟ الصرف، الإسراف والتبذير، وتهرب للمخيلة والخيلاء والكبرياء. اضبط أسباب الاستهلاك. ملي تبغي تشري وتبغي تصرف الأموال ديالك، شوف ما الدافع، شكون الدافع، ما الذي يدفعك إلى صرف هذا المال؟ أهو شهوة باطلة زائلة أم أنها حاجة مشروعة من الضرورات أو الحاجات أو مما يلحق بذلك من المصالح الخاصة والعامة؟ وخير ما تنفق فيه مالك الصدقات الجارية، مما يجري على الفقراء والمساكين وطلبة العلوم الإسلامية وما شابه ذلك ممن هم في حاجة إلى المال، وممن لا تنفق عليهم جهة رسمية ولا شعبية. كاين مناطق فارغة لا تغطيها جهات معلومة، هذه المناطق الفارغة مما هو مشروع شريعة ودينا ومما فيه مصلحة للأمة، وجب على المؤمن أن يصرف إليه ماله بالخير والبركة والإحسان، عسى أن يكون ذلك مما يلقاه يوم القيامة باقيا لا فانيا، كما لقيه أبو الدحداح رضي الله عنه في البشرى التي بشره بها رسول الله: وأبشر يا من تنفق مالك في الخير. أبشر ببشرى رسول الله، لأن الأمور على وزن واحد. لما النبي صلى الله عليه وسلم بشر سيدنا أبا الدحداح، لما بشر أبا الدحداح إنما معنى ذلك أنك تأخذ منه العلة والسبب. شنو هو السبب؟ أي أنه فضل الأخرى على الدنيا وكان ذا أرياحية إيمانية، فمن صار على نهجه وأخذ بأثره نالته بإذن الله بشرى رسول الله. ولهذا المؤمن ليستطيع أن يرتقي إلى هذا المقام الإيماني العالي يحتاج إلى التعرف إلى الله دائما أبدا. إن الجهد ديالنا بالله تعالى بكونه خالقا رازقا مقدرا للمقادير مهيمنا على كل شيء بما في ذلك المال الذي بين يديك، إنه ليس لك حقيقة، حقيقة ليس لك، إنما هو لله، وإنما وضعه في يدك ابتلاء لك، وستحاسب عليه فرنكا فرنكا يوم القيامة. لهذا جاءت آية الإنفاق وما أكثرها في القرآن مقدمة بين يدي آية التعريف الكبرى، آية التعريف الكبرى بالله، وآية التعريف الكبرى بالله آية الكرسي في سورة البقرة. بين يديها أي في سوابقها قال الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية، أي أنك إذا كنت تعرف ما الله جل وعلا
وما عظمته وما هيمنته وما ملكه وما تدبيره، فلا يمكن إلا أن تكون من المنفقين. وإذا وجدت عجزا في الاستجابة لي يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، فانظر ما بعدها، هذا مفتاح الوصول إلى مرتبة الإنفاق أو إلى منزلة الإنفاق. مفتاح الوصول إليه التعرف إلى الله جل وعلا، التعرف إلى الله. من عرف الله حقا علم أنه لن ينقصه ولن يغمطه. ربي تعالى ما كيغدرش سبحانه وتعالى، لا يخلف الميعاد جل وعلا. فإذا وعدك ربحا في البيع فوعده صادق، لأن الله لا يخلف الميعاد. وبارك لك في مالك في الدنيا، وقد أقسم رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه ما نقص مال من صدقة. هذا الشيء في الدنيا قبل الآخرة. إذا أنفقت المال صادقا مخلصا لا رياء ولا سمعة وفي الوجه المشروع، في الوجه المشروع الذي شرعه الله بضوابطه وقواعده، فمالك لن ينقص بإذن الله، سيزيد في الدنيا بإذن الله عز وجل، ويبارك الله فيه في الآخرة، يربيه، غادي يوفر لك تعالى في الجنة أضعافا 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 مضاعفة ما الله وحده عليم بقدره وعدده وبركته. فاللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم عرفنا بك وحدك لا شريك لك، وارزقنا توحيدك، وارزقنا تفريدك، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا أعط أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم قوي أنفسنا على عزائم الطاعات، اللهم قوي أنفسنا على عزائم الطاعات، اللهم قوي أنفسنا على عزائم الطاعات، وقوي أبداننا على العبادات، واجعلنا من أهل الصلوات والأوقات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل الصلوات والأوقات. اللهم أنعم علينا وبارك فينا وبارك علينا، واجعلنا من أهلك وخاصتك أهل القرآن مخلصين لك وحدك لا شريك لك. تب علينا يا ربنا لنتوب، تب علينا يا ربنا لنتوب، طهرنا برحمتك نعوذ بك من عذابك، طهرنا برحمتك يا ربنا نعوذ بك من عذابك، طهرنا بعفوك وأدخلنا في رحمتك وأدخلنا في فضلك، نعوذ بك من الحساب والعقاب، نعوذ بك من الحساب والعقاب، عاملنا بالعفو والرحمة ولا تعاملنا بالعدل ولا تعاملنا بالحساب، نسألك الرحمة ونسألك العفو ونسألك المغفرة. يا جميل الرحمة أدخلنا في رحمتك، يا جميل الستر أدخلنا في سترك، يا جميل العفو أدخلنا في عفوك، واغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منها وما تأخر، واغفر لوالدينا، واغفر لوالدينا وأشياخنا، وارحمنا وأهلينا أجمعين. أصلح أحوالنا الإيمانية، وأصلح أحوالنا الأبدانية، وأصلح أحوالنا الدنيوية. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عاقبة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا. اكشف اللهم عنا الغم والهم، اكشف الغم عن المغمومين، وفرج الكرب عن المكروبين، داوي السقامى والمجروحين يا أرحم الراحمين برحمتك يا كريم. اللهم رب الناس أذهب الباس عن كل ذي باس. اللهم أنت الشافي اشفي وعافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اجعل مجمعنا هذا مجمع مغفرة ورحمة وتوبة وأوبة، لا إله إلا أنت. اللهم انصر ملك البلاد أمير المؤمنين محمدا السادس، اللهم انصره نصرا مؤزرا، واحفظه من بين يديه ومن خلفه، وأنبت اللهم ولي عهده مولاي الحسن نباتا حسنا، واجعله من الصالحين المصلحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.